نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ستيفان سيجوني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العالمين الجديدة واللي بيتم البدء في تسليمها لحاجزيها ضمن المرحلة الأولى. خلونا نشوف دلوقتي مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ستيفان سيغوني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة. وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول لاتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع بيجر المنطقة لدائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، ومنوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العالمين الجديدة اللي بيتم البدء في تسليمها لحاجزيها ضمن المرحلة الأولى من المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض المدينة. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة اللي شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية والأبراج الهلالية إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وجعلها نقطة جذب عالمي بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية تجذب إليها العديد من السائحين. أيضا امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الاحتفالية المقامة لتسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات المنفذة بمدينة العالمين الجديدة. وفي ختام الاحتفالية سلم مدبولي عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات اللي بيتم تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة لحاجزيها، وده بالأبراج الشاطئية ومزارين والحي اللاتيني والداون تاون وسكن مصر. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه في دوله الامارات، وده البحث سبل تعزيز اوجه ومجالات التعاون المشتركه بين جمهوريه مصر العربيه ودوله الامارات العربيه المتحده في مختلف القطاعات. واشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الى انه متابعه لما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة والطاقة والكهرباء والاستثمار، لافتاً إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والزملاء من الوزراء المعنيين بالإشراف على ما تم عقده من لقاءات واجتماعات في هذا الصدد ومتابعة ذلك مع نظرائهم من الجانب الإماراتي. أيضا امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة خليج السويس بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات مصدر إنفينيتي. بيأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارتي النقل والمالية.